من قلب الدوحة، ودائما أقول لكم في صباح المونديال ضيوفي هم اللي فعلا يتركون أثر جميل ورائع في هذا صباحنا الجميل اللي دائما نحاول نقابل فيه شخصيات جميلة تضيف لنا سعادتنا وفرحتنا في هذا الصباح. واليوم معي السيد أشرف أبو عيسى، رئيس مجلس إدارة أبو عيسى القابضة. صباح الخير سيد. صباح النور حضرة المطلب، صباح النور جمهور مارينا. يا هلا يا هلا. دائما اسال سؤال حق ضيفي، وهذا السؤال يهمني، سؤال جدا صعب، ولو ان تبارك الرحمن يبين واضح بس ما يمنع نسال، هل انت انسان مورنينج بيرسون؟ صراحه لا. لا والله لا ابدا، توقعت العكس والله. لا لا ابدا كلش. ها يعني انت اليوم مسوي فيني عمله، مقومني بدري. ايش رايك بالصباح الجميل هذا؟ عجيب. انا دائما اشوف الناس لما يقوموا الصبح اقول لهم قيطوفكم ماي دمر، شوف الشمس مشرقه وشوارع فاضيه. شوف انا مورنينج بيرسون، بس صراحه لما اقوم الصبح احس نفسي وايد انجزت خلال النهار. صح صح، شكرا اليوم صحتني بدري. احنا يا سعادتنا يا فرحتنا والله. استاذ اشرف، يمكن في شغله واحد يهتم فيها حاليا، احنا في اجواء المونديالية الجميله ما شاء الله، قاعد نشوف الكل فرحان، الكل سعيد في هذه الاجواء. رحت مكان شفت الفعاليات اللي قاعد تصير، ولا كونك مو مورنينج بيرسون ما التقيت فيه ولا شفت؟ لا طبعا كل شيء احنا عندنا المساء يصير هني. اي صح الاكشن. صح صحيح مساء. وين مكانك بالضبط؟ ايه والله امس رحت سوق واقف اول مره، تعرف عشان المونديال هذا. ايه اول مره صراحه وايد استانس. جميل. يعني كل ما سمعت على سوق واقف ان في فعاليات وحلو الجو جميل، الحلو فيه سوق واقف كان تلقائي، كل شيء تلقائي. صح. ما في شيء مرتب، الناس هي اللي تسوي الاجواء، وصار فيه زي ما تقول بوكيتس هني، مثلا التوانسه هني، المكسيكانز هني، مش عارف يعني صار سكشنز كل واحد بروحه. اي يعني من غير ترتيب احنا نحس ان نمر برحله، يعني كل ما امر برحله الحين فقره اخوانا المغاربه والشيلات الجميله نخلص نروح حق المهيكانو. صحيح. بس في شغله انا لاحظتها ما ادري اذا شفتها امس، الحين ما قمنا نفرق بين المهيكانو وما بين الخليجي. العموم قتر، المهم ناسف، حياتهم جميلة، لدرجة أن قاعد أقول خلال الفترة اللي طافت أنه فعلا صار في تأثير وايد كبير للثقافة الخليجية 100%، وخاصة للدول البعيدة. يعني مثلا اللاتين أمريكا اللي هم المكسيكانز والأرجنتينيين والبرازيليين، يعني حتى يمكن ما يسمعوا عنا كثير. صح. وايد بعيدة، فجيتوا بهني صراحة فاجأوا باللي شافوا. أتفق أتفق، وفعلا يمكن هذا شيء جميل إن اليوم إحنا قاعد نترك أثر طيب. وبالمناسبة يعني يمكن أنا في خلال الدوحة دائما أسأل، أحد يوصيني بشيء، أحد يأمر على شيء، دائما يبون السوفينيرز والأغراض الجميلة. إيه هذه طبعاً. واليوم إحنا قاعد نتكلم إنه ما شاء الله إن أنت عندك الرخصة من الفيفا في إيه؟ إنتاج السوفينيرز والأغراض. صحيح. اللي لها خاصة في كأس العالم. أول سؤال وايد مهم، فيفا جدا صعبة بهذا الموضوع. صحيح. يعني عندهم شروط وعندهم أمور يمكن الواحد يحتاج إلى عملية جدا طويلة. صحيح. شلون اليوم وصلتوا على هذا الترخيص؟ صراحة يعني أول ما حاولنا نكلمهم قالوا إحنا لا، إحنا عندنا ناسنا وناس تعاون معهم دائما ومتعودين على شغلنا، شغلنا مثل ما تفضلت صعب والديزاين. صحيح. لازم يكون دقيق جدا وكذا. قلت لهم إحنا يعني مش شغل جديد علينا موضوع إن التصنيع، عامة عندنا مكاتب في كل مكان في العالم ممكن نصنع بأي مكان وعندنا ديزاينرز تشوفوهم. قال بس أنا اتفقنا الأشياء اللي ضرورية اللي عندنا، دائما عندنا ناس معينين نتعامل معهم كل كأس عالم وخلاص. قلت لهم أوكي، بس إيش سويت بالأشياء التقليدية مالت البلد؟ وقفوا. إيه بالضبط. هني جلبت انتباههم، قالوا زي إيش يعني؟ إيش عندكم يعني في قطر؟ إن كل شيء عندنا، إيش تبي؟ وبلشت في موضوع الشماغ. الشماغ هذا. كبداية إيش رأيكم؟ قالوا إيش يعني؟ قال أنتوا تخلونا يعني نلبس شيء والناس تغير، ولا هذا وايد يعني كلاسيك؟ ولا لا، قلنا طبعًا باحترام، كل شيء باحترام. صحيح. أوكي، لكن معنى مانع إنه يكون يعني في شماغات بألوان الدول وألوان الأعلام. قالوا أوكي، هني جلبت انتباههم. بعدين شوي شوي دخلنا في أمور يعني أكثر شوي، مثلًا سوينا قوارب صيد اللولو. جميلة. إيه جميلة. سوينا مثلًا الزعفران، عندنا زعفران صناعة قطر طبعاً. ما شاء الله. إيه زراعة قطر، إني زرعت، إني قلنا لهم خلينا نبيع زعفران. قالوا والله زين، بعد ما كنا عارفين إن في زعفران في قطر وشيء يعني شيء متميز في المنطقة، تعرف الزعفران مش كثير يستعملون الناس. جميل. أنا أتفق وياك إن فعلًا الثقافة الخليجية ثقافة ثرية، يعني اليوم فيها بعض الأمور يمكن الناس ما تدري عنها، وللأمانة يمكن هذا النقاش اللي قاعد يصير خلال الفترة من وصلنا في أول يوم وعشنا في أجواء المونديالية.
الناس بدأت تتغير ثقافاتها من المنتجات اللي قاعد يشوفونها. صحيح. يعني اليوم الشماغ بدأ بالإعلام. صحيح. بعد أسبوع قمت أشوف لا والله كشخة العيد. أنا أشوفها طبعًا يعني. طبعًا طبعًا. اليوم بعد ما تم الموافقة عليها أكيد في فريق عمل كامل إنه يحاول إنه يسخر هذه الثقافة الغنية أساس يترجمها لمنتجات. شلون حطيت الصورة الفنية؟ شنو صار أهم شيء؟ إحنا كصالون أزلق دائمًا نحاول ندعم المنتج المحلي والكوادر المحلية قد ما نقدر. فحاولت والحمد لله نجحت إن ما أجيب ولا شيء من برا، يعني كل الديزاينز والشغل كله من الناس عايشين في قطر. حلو. وأكثر الأشياء اللي سويناها كانت كومبيتيشن، نسوي مسابقة والناس تعرض ديزايناتها ونختار. إحنا لجنة مش بس من الشركة، بعد يعني من ما قصروا متاحف قطر والM7 والجماعة ذيل، يعني جبنا ناس من كل مكان وسووا ذي لجنة. صرنا نختار ديزاينز ونعطي أورد حق الناس ونعطيهم مكافآت مالية وكذا. فحاولنا إن نخلي أكبر قدر ممكن من الشغل يكون هنا في قطر من ناس عايشين في قطر. جميل. سواء قطريين أو مقيمين. جميل جدا. يعني أنا بوقف على المونديال برجع شوية خطوة لورا. أنا ترى غرامي يرجع إلى خطوات السابقة. أنت تبارك الرحمن من الشخصيات اللي فعلا شخصيات ملهمة. أنا دائما أشوف يعني دائما الواحد يشوف في الطريق يقول إنه يمكن يكون في بعض الأشخاص يشقون طريقهم بطريقة سهلة، ولكن اليوم طريقك كان جدا صعب. أنت بديت من عمر صغير جدا تبارك الرحمن، من 19 سنة. صح. في ناس دائما يقول لك إنه أنا في هذا العمر أبي أعيش حياتي أبي أستانس، ولكن لو في نصيحة اللي بنقولها حق الناس اللي تبي تبدي خطوة، تبي تأسس شيء، تبي تبدي شيء بعمر وايد صغير، شنو ممكن نقول لهم اليوم؟ والله شوف الـ يعني أول شيء ما يخافوا من الفشل، يعني أول شيء يعني وهذا هو الخوف الفشل اللي يقول لك إن أنا ما أبي أخسر. صح صح صح. هم بس هم ثلاث شغلات دائما أنا أقول الشباب يحرصوا عليهم. اولا العلم، يعني يتم يتعلم اي شغله، اي شغله بيسويها يتعلم عنها قد ما يقدر. حلو. من كل زواياها وبكل عمق، يعني العمق اللي يقدر يوصل احسن. بعدين عندك موضوع السمعه، ان حافظ على سمعته مهما كان. يعني مش بس اذا خسر في البزنس ما يدفع للناس ولا يصير ما يرد على تليفوناته ولا لا، وين يصير خلاص اذا يحاول ينحاشي. لا ان اذا تبي تبدا مره ثانيه لازم سمعتك تكون وايد نظيفه، وهي اهم شيء، هي اهم راس مال. صحيح. والشغلة الثالثة العلاقات، إنه دائما نحافظ على علاقات زينة مع الناس، ويعني يكون عنده كونتاكت في كل مجال في كذا، يعني يحاول إنه يكون دمت مع العالم، لأن هاي الأشياء اللي بتفيده. إذا عندك ثلاث شغلات حتى لو فشلت مرة ومرتين ثلاثة تقدر تقوم على رجليك بعدين، الكل بيساعدك والكل بيقف معك إذا عندك ثلاث شغلات. فيعني النصيحة دائما يعني السمعة حافظوا عليها، العلم دائما العلم براسك هذا دائما نميه. ما في يقول والله انا صرت خبير في شغل، ما في شيء اسمه. واحنا يا كثر الناس اللي يتعلم بس شغلتين بعد فجاه يصير هو خلاص الخبير جوجل. بالضبط. وهذا الموضوع ما يوقف. صحيح. يعني موضوع التعليم وزياده المعرفه ما توقف طول عمرك. هل الواحد ممكن يستشير احيانا الناس، يعني خاصه اذا ما كان عنده معرفه، ما كان عنده البدايه، هل صحيح والافضل احسن؟ يعني في ناس كثير، ترى الناس تستغرب، في كثير من التجار هني وحتى يعني أعرف الكويت وفي الخليج عامة، بس أسأل سؤال أو تعال يقولك تعال قاعد معي في الشركة كم شهر اللي تبي كم سنة. أنا عندنا دائما أقول الكلام ودائما أدعو الناس تعالوا يقولوا معنا، يعني تبي تشتغل، تبي بس نعمل لك نوع من الحضانة أو تبي أي شيء، بس تعال قاعد معنا وتعلم وشوف إيش يعني العمل الحر. صحيح. دائما الناس هنا أكثرهم في قطر بالذات أكثر شباب في العمل والشابات في الأعمال الحكومية. صحيح. بس قبل ما تدخل في المجال العمل الخاص تعال جرب سنة سنتين نقل معنا، شوف إيش المطلوب من التاجر أو من رجل أعمال أو من المبتدئ، وبعدين خوض التجربة بروحك. عندي فكرة يمدينا نسويها كأس العالم. هلا تشوف الحين خذت منك الخبرة الحين. خلصنا من الشماغ إحنا الملون صح؟ يبي له مسابيح. مسابيح للإعلام. نجرب مرة واحدة الثقافة هذه بعد تستمر. لا بس فعلا والله يعني اليوم إحنا قاعد نشوف أثرها وايد كبير، وأنا فعلا سعيد وفرحان إن اليوم قدرنا بشكل بسيط بهذه المناسبة الجميلة إن نترك أثر وايد كبير. صح. أنا قاعد ألتقي في بعض الأشخاص من كافة دول العالم. حبيت إن كانوا ما عندهم فعلا أي فكرة عن العادات والتراث. صح. الخليجي. صح. واليوم تغير هذا الموضوع. صحيح. تعرف أنت أخ عبد المطلب
الناس كان يعني رابطين موضوع الشماغ والغترة وكذا يعني يعني بسبب الميديا الظالمة. صحيح. اوكي رابطينا في الارهاب وفي العمل يعني السيء للاسف في فعلا في نيجاتيف صوره نمطيه ستيريوتايب ان موضوعنا ان هذا الثوب او هذا اللبس. صحيح. على طول مرتبط بهذا الصوره عمل ارهابي ولا مشاكل ولا يعني دائما الحمد لله بهالدوره او في بطوله كاس العالم تغير يعني نظره الناس لهالموضوع كامل. جميل. وتشوفوا هم لابسين وكذا احيانا طبعا تصير اشياء غلطات شلون يلبسوه شلون ما احيانا في ناس هنا من هالقطر يزعلون اذا وحده لابسته. صح. احنا نقول لهم لا حطها اللي فيه على راسك او اللي فيه على كتفك ولا شيء بس نحاول قد ما نقدر بس يعني ما لا يخلو الامر. انت لو كنت في سوق واقف راح تشوف ان الكل صار خبير في كيف يعلمهم توتوريال كيف تلبس الشماغ من الصفر وهذا فعلا شيء جدا جميل وحلو وانا الصراحه يعني بستمتع. هي خلق انتراكشن بين الناس. في مقولة أنا حبيتها يعني اقتباس منك أنت قلت كأس العالم ليس النهاية بل بداية الاحتفال بقطر. شلون تشوف قطر ما بعد كأس العالم؟ ايه. والله سؤال مهم ونسأل كرجال أعمال نسأل هالسؤال وايد. طبعا هي مثل ما أنا قلت أن اليوم اكتملت البنية التحتية عندنا في قطر اكتملت المرافق العامة. صحيح ما شاء الله. حتى الإنسان القطري اليوم الشباب اللي في لجنه الايرث واللي كانوا انفولد مع الفيفا تدربوا وعرفوا ايش يعني بطولات كبيره وايش ايش دقه وتفاصيل تنظيم مثل هيك بطولات يعني جهزت قطر للمرحله القادمه. اوكي يعني هي مش بس والله تعال خلاص نطور خلينا نرتاح وبس خلاص انتهى الموضوع وبس لا في هاي الدورة أو هاي البطولة حطت قطر على الخريطة. صحيح. الناس كلها صارت تعرف عن قطر. لو اشتغلنا يمكن 20 سنة نعمل إعلانات ما حنوصل اللي عملناه اليوم. ما شاء الله. إيه فنتوقع إن بيجينا زوار كثير بتوقع إن الناس في كثير من أصحابي يعني أمس كان معي واحد أمريكي رجال يعني يعتبر الرجل الثاني في الـ NBA في الباسكتبول في أمريكا. كان هني موجود قال لي لا هاي برجع ضروري ارجع مع عائلتي ضروري. إيه ضروري قطر هي اللي كان اول مره يزور قطر قال يا اخي شفت اوكي شيء متطور ومباني وفي كثير منها لكن فيها طابع وتراث لحين موجود ولحين عند الناس تحس بالاصاله عند العالم وحتى المحلات مثل المتاحف الموجوده ولا سوق واقف ولا كذا لحين فيها يعني شيء من الماضي فعلا بس شيء حلو الماضي اللي مع يتواكب مع الحاضر. صحيح. وانا قاعد اشوف صراحه ردة فعلهم يعني هو مكان فوتوجينيك ما شاء الله الواحد يروح يصور ويعيش. صحيح. اللحظات اللي تبين تراثنا شيء مش موجود مكان ثاني. صحيح. يعني عاده تلف وايد مدن تحس انه كانك يعني بنفس المدينه ما في فرق متشابهه وايد. ما فيها الروح فعلاً. هذا اي فقال لي والله حسيت بهالاحساس وكثير ناس يعني حتى يبعثوا لي مسجات قال لا احنا بنرجع من غير زحمه عشان ناخذ راحتنا نلف البلد عدل. الحمد لله يعني عندنا اليوم في قطر في يعني مثلا سوق النجاده اللي هو ورا سوق واقف لازم اروح له انا هذا بيوت قديمه جميل تقريبا 17 بيت بنت يعني رجع ترميمها بالضبط مثل ما بنت في الثلاثينات والاربعينات والحين هي مثلا يعني فيها فنانين وارتيزانات وفيها يعني موجودين فيها. طبعا الناس اليوم بالاحتفاليات كاس العالم ما يهتموا كثير في الامور الثقافيه والامور الفنيه لو يدققون عليه راح يشوفونها كل مكان وجميله فعلا لكن هي جنب سوق واقف بالضبط من الاشياء اللي الامس شافها الرجال وايد انبهر فيها. المتاحف طبعا عندنا ان شاء الله وقاعد تزيد المتاحف. صحيح. انا استمتع فيها صراحه ويعني جزء من 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 المخططات اللي دائما في اي دوله اروح لها متاحفها ويمكن اليوم في الدوحه قاعد يصير شيء انا استمتع ان في امور تكون يعني تحتاج انك انت تبحث عنها في امور واضحه يعني في اماكن واضحه تشوفها تشوف التراث تشوف الديزاين تشوف ولكن في امور كثيره انت تنبهر فيها انت قاعد تمشي يصير فيك واو هذه اللوحه ولا هذا العمل الفني ولا هذا المتحف الجاليري اللي تدخله فجاه يصير فيك انا وين كنت. فاليوم انا راح اكتشف هذا على اني انا كنت بحاول اتجاهل هذا السؤال بس انت رديتني عليه. الناس تتكلم عن الكره ومونديال الكرة ولكن قلبك ما زال متعلق بالـ NBA والكرة السلة. يقال والعهدة على الراوي أنك أنت تبارك الرحمن محترف ويمكن هذه البدايات اللي ودتك لأمريكا. إيه صح. إيه كنت ألعب سلة نادي السد هني
وبعدين رحت في أمريكا لعبت بعد شوي. بس يعني الحين الأيام كرة بس عيالي. أنا عندي ثلاثة أولاد الله يحفظهم يا رب إن شاء الله، عبد الرحيم وسلطان وتميم. طبعا أختهم أكبر منهم هي، لكن الأولاد الثلاثة ما شاء الله عليهم كلهم لعيبة سلة، كلهم نادي السد وكلهم منتخب قطر. قلبك إلى أين يتجه في الـ NBA؟ تشجع منه؟ أنا إحنا جيلي أنا كله يحب الليكرز. ليكرز إيه عكس أيام، أيام كريم عبد الجبار أيام الجولدن جولدن تيم. أنا والله شيكاغو بولز إذا يعني إحنا إيه ما نتفق. هاي جيلك أنت. أي جيلي أنا مايكل جوردن سكوتي بيفن ودينيس رودمان. إن شاء الله عليكم. بديت دراستك هناك في أمريكا يعني إيه. وكان سبب ترى كرة السلة، حبك كرة السلة اللي يعني عادة هذه القصة بحد ذاتها صار فيني يعني جميلة. الواحد إن اليوم يروح يكمل دراسته بناء على شغفه وحبه لكرة السلة. بعد يعني كان ما في عندك أوبشنز كثير يعني، فكانت هي أمريكا من الأوبشنز الواضحة يعني. ورحت كنت رحت على نيويورك يونيفرسيتي أول في نيويورك في مانهاتن. طبعاً 85 كان الكلام، وكنت مدعو من الجامعة إني معطيني قبول وتعالي العب في فريق الجامعة وكذا. صحيح. وصلنا هناك الوالدة قاعدة يخلونا في السيارة يودونا على نيويورك يونيفرسيتي، وفي مكان اسمه واشنطن سكوير محل ما هي الجامعة. ذيك أيام نيويورك كانت يمكن من أعلى المدن في الجريمة. نيويورك صحيح. الجريمة إيه. والمخدرات ومش عارف إيش. فهذا واشنطن سكوير تشوف هاي كل المناظر اللي يعني الواحد يشوف اللي المفروض يخاف منها. يخاف منها. الوالدة قالت لا ما ننزل من السيارة، ما ننزل يمين يسار. لا 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 شلون وصلنا أمريكا 16 ساعة متواصلين مع المدرب ومع الجامعة وكذا. قلت لا لا ارجع، ما حد ينزل من السيارة، ارجع روح مكان أهدى وأحسن وكذا وكذا. وفعلا إحنا يعني صراحة يعني كان يعني الحين لما حد ذكر الوقت زعلت إن أنا بلعب سلة بالجامعة الأمريكية، الحين وين ابدا مع جامعه ثانيه. صحيح. بس صراحه كان معها حق 100%. جميل جميل يعني فعلا الواحد ما الحين ما يتذكر الا يعرف انه دائما في سبب. سبحان الله خيره دائما في سبب. يمكن كاس العالم تكلمنا قبل شوي قلنا جمله جدا جميله. اليوم يعني كاس العالم خاصه في قطر حطت قطر على الخريطه بطريقه جدا واضحه. اليوم الناس اللي ما كان يعرف صار مو بس يعرف، صار انه في عنده شغف، في عنده رغبه، في عنده صار جزء من جدولنا لازم يكون متواجد في هذا المكان. برايك يعني تشوف قطر في التجربه هذه نجحت بشكل كبير؟ اي طبعا الحمد لله. يعني انا توني اتكلم عن الموضوع هذا اليوم، رئيس الوزراء البريطاني قال يعني انه وايد منبهر باللي صار في قطر وكذا. فانا اقول يعني كان الهجوم على قطر خاصه من الميديا البريطانيه والالمانيه والفرنسيه هجوم كبير جدا، وكنت مستغرب بان الجماعه عندنا شوي ساكتين يعني مش ما في ردود قويه على هالمواضيع. لكن اكتشفت ان كان الفكر عند القياده عندنا ان ما حنجاوب الكلام، حنجاوب بالفعل. صحيح. والله وكفو يعني صراحه كل ما جاء قطر انبهر، وحتى اللي موجودين برا. يعني امس كنت على زوم كول مع يعني في جمعيه خيريه بس فيها ناس من كل مكان، كلهم يعني يمكن نص ساعه اول نص ساعه من الاجتماع بس على كلام على البطوله وعلى اللي صار وشلون وكذا وليش ما قلت لنا، شو ما قلت لكم موجود في العالم الاخبار ياكم لا الحين في مجال تعال تم اسبوعين. ف يعني الحمد لله كل العالم يعني مبهر جدا هالموضوع. اتفق معك. ما طلبوا شماغ الاعلام بلا ضروري يعني كل واحد يقول لي خلي عندك 10 هني خلي 5 هني خلي كذا ابي اللون الفلاني ابي كذا. الله يحفظك يا رب. انا يعني ما تتخيل سعادتي وفرحتي فعلا ان هذا النجاح يعني نجاحكم والله من نجاحنا اليوم. اذا قدرنا نترك اثر جميل وحلو هذا يدل ان كلنا نجحنا. وفعلا يمكن هذه الكلمه اللي قاعد نشوفها في كثير من التساؤلات، الكثير كان يتمنى ان النسخه هذه تكون مو نسخه الافضل، ولكن اليوم احنا قاعد نتكلم وما وصلنا للنهايه وبشهاده الكل انها النسخه الافضل. من الفعاليات من الامور اللي قاعده تصير، يمكن في ناس احضروا نسخ كثيره بكاس العالم فيها روح وفيها المتعه وفيها احداث كرويه جميله صارت، بس مثل ما احنا قاعد نشوف حتى التفاصيل هذه تفاصيل العربيه الاشماغ والاغراض والسوفينيرز والامور بالنسبه لهم شيء فعلا جديد. مروا على كل دول العالم ولكن اللي صار مختلف بشكل وايد كبير. اليوم اذا بتصور صوره في اي مكان في قطر بتشوف ناس لابسين، تعرف ان هذا كان بطوله العالم في قطر. صحيح. يعني من كم شغله معينه صغار تميز صار كانها سيجنتشر حق يعني. انا راح اشكرك شكر كبير لان من خلال السوفينير هذه من الشماغ اتوقع حاليا اي دوله بالعالم نروح لها بالصيف
ما يمنع ان نلبس الشماغ صح. صار مقبول ايه. والامور جميله ما استغربوا صح الحمد لله الحمد لله احنا بنحاتي ساعات والله اي والله اي طبعا كاجول طبعًا. ما كاجول طبعا احيانا نروح رحلات رسميه مضطرين نلبس اللبس الوطني يعني نمشي في الشارع يستغرب انه طلع عليك انك يعني اول مره تشوفه هو الالين اكزاكتلي لا والله مو عادي لا طبيعي ترى شماغ وناسف يعني شكرا على تواجدك اليوم شكرا على حضورك واتمنى يا رب دائما من نجاح لنجاح فعلا الواحد يفرح انه يسمع قصص نجاح ملهمه ويقول بيوم الايام يا رب ان شاء الله ان اي انسان يبي يبدي خطوه مثل ما انت نصحت يعني الواحد اليوم بس يحاول ياخذ هالخطوه ما يخاف من الخسارة ما يخاف من الفشل إنه مرة ومرتين وثلاثة بس أهم شيء إنه يقوم مرة ثانية كلمة تبي توجهها لكل شخص قاعد يسمع حاليا وما وصل القطر لحد الحين وقاعد يتردد أي ما أي أفكر ما أفكر شنو ممكن تقول لهم خاصة حاليا الأجواء هذه يعني كثر ما قاعد أحاول أعبر كثر ما قاعد نحاول من خلال تقاريرنا في مارينا أن نبين الأمور اللي قاعدة تصير ولكن اليوم أنت المايك عندك أبيك توجه لهم رسالة تقول لهم شو اللي قاعد يطوفهم حاليا القطر شوف احنا سمعتنا هالقطار انه شوي يعني خجولين وانه يعني لما نشوف ناس في الشارع ولا كذا ما نحب نتدخل في حد ولا نحاول يعني نخليهم كل الناس على راحتهم لكن هالمونديال غيرنا صحيح اي والله يعني شلنا كانوا حاطين على صامت صرنا على هزازه الله يحفظكم يا رب يطول بعمرك فحياكم الله اليوم احنا كبلد وكشعب جاهزين ونستنى نستضيف اي حد عندنا في قطر يا حبيبي اهلا وسهلا الله يحفظك يا رب كان معي سيد اشرف عيسى رئيس مجلس اداره بعيسى القابضه وفي حديث مشوق وجميل عن هذا المونديال الرائع يعني ضروري شماغ خصيصا على دوله من تتوقع صدق يفوز كاس العالم انا الصراحه كلاعب اليوم يعني الفرنسيين حلو إيه؟ امس مباراه الكارت إيه؟ إيه؟ وانا جيلي طبعا احب احنا البرازيل عامه اي صح ولازم إيه؟ يا ارجنتين إيه؟ يا برازيل اي بس اليوم الصراحه احلى جمهور الارجنتينيين صحيح صحيح من ناحيه الاحتفال والرقي في الاحتفال طبعا المكسيكان بعد خسرناهم والله هيك بس الحين موجودين صدق والله اخوي عبد المطلب ما ادري ايش حنسوي عندنا بعد كاس العالم تعودنا صح اي وتعودنا عندنا شيء اصلا نشتغل له الحين يعني بيكون في هدوء شوي طبعا كبزنس اتكلم اوكي وشلون احنا يعني هالاحتفاليه هاي والمرافق الموجوده كلها وكذا هي متروسه ناس ترى شكلها غير صحيح إيه بس انا اتوقع نبي الناس يعني بعد يعني يعطفوا علينا ويجونا والله اتوقع الجمال اللي شفناه والرحابه والضيافه الجميله والاماكن الرائعه اتوقع ان ان شاء الله بعد كاس العالم دائما الدوحة راح تكون وجهة جميلة واحنا وياكم قلبا وقالبا معاكم في هذا المكان يا رب يكون صباحك جميل ورائع ويومك سعيد ان شاء الله ونشوفك على خير يا رب الله يحفظك شكرا جزيلا شكرا